تخيل أن تعيش 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، ثم يخبرك الله في النهاية أنك لم تعش أكثر من ساعة واحدة. كل 80 سنة كانت ساعة واحدة. يقول الله: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فيخبرنا الله أن الحكاية هذه والدنيا هذه كلها ساعة، ساعة بالنسبة للتقويم الزمني في الحياة الآخرة. فهذه الساعة نعيش فيها، نتعرف فيها على بعض، نعيش أحداث، ثم بعد ذلك ننتقل للحياة الثانية. فبدل ما نندفع للثأر والانتقام والحقد ونحارب بعض ونقتل بعض، على ماذا؟ فالمبتلى يصبر والمنعم عليه يشكر، لكن لا بأس في أن نذكر آكلي حقوق الناس والمرتشين والمتخاذلين والمخادعين والخائنين أن الحكاية كلها ساعة والحساب عند رب العباد.